طبعا أنا كالعادة يعني المسلمين كلهم يغتسلون أيام الجمعة. نعم. دخلت لعنت الشيطان، أدخل وأقف في الباب وأتروش. أيوه. وأجيك أبغى أطلع إلا الباب مقفل. سلم علي. أفتح يا بالحلال وراح أصلي وبرجع. قال والله ما أنت في بيتك ولا في البيت؟ في البيت. أيام أيام الحجر، هي أيام الحجر. قبل بداية الحجر. بداية الحجر. أفتح الباب والله ولا حرف. زين ما دام انك في بيتك احسن. البايرت يا رجال المشكله ان صلاه جمعه جوز الحمام وحر، فادق الباب ولاحق جوع ترى بعد. وجوالي وجوالي انا تمنيت وقتها ان جوالي معي اتصل على اخواني يقوموا. مقطوع، حسيتي مقطوع. شوف ذيك الحركه اللي خلاص اخر يوم في حياتك. إيه وتسمع فرش التراب يضمني. انتهت حياتي. الله يحسن الخاتم. أما طالع لي 11 ونص الوالده الله يحفظها. وخاتمه ما هي كويسه بالحمام. طبعا كلمات مشفره، ما تروح تصلي يا تيت يا تيت. يا ما انا اروح اصلي لي نص ساعه محبوس في الحمام. والله تعالى اخواني ما قصروا، فكفك البيبان ما افتح محم الباب عيا. بعد بعد ها راحوا جابوا عامل. ايوه عشان المدني ترى هذه من مهامه يعني. احنا ما فكرنا في الدفاع المدني الا في الاخير. ما نبغى الدوله تتدخل في الموضوع هذا. احنا نتصرف بشكل ودي. بشكل ودي. هاي شغله فات. المهم راح جابوا عامل قال اخذ 100 ريال. قالوا لا والله ما يستاهل. للاسف يا ولد انا لي اكثر من ساعه ونص في الحمام. واخواني يكسرون برا وامي تقول مو لا تعطونا بالله يكسرون والله يقولون 20 ريال تبقى ولا توكل على الله. اللي داخل هذا مو مهم. بالله يا سعيد انت قلت اعطوه 1000 بس انا اقول لهم الثوب معلق ورا باب غرفتي ادخلوا خذوا الدراهم اعطوه. اقول للهندي يا صديق شوف غرفه هذا على اليسار هذا غرفه حقنا ادخل. اي ترى شيل فلوس وافتح باب. قال لا معلش انا ما اقدر. ترى انت ظهرت تشوفهم من الفتحه هذه حقت اي فهم مفتوحه كل شيء ويصورون واخوانهم. طيب في قطعه سوداء لو دقوها بالسكروب فتح الباب. هم سووا جميع الخطوات اللي الحلقه الاخيره ما اضبطوها. الهندي انا اقول لهم يا اخي لا تكسرون اعطوه. قال اخوي والله ما نعطي هذا نصاب هذا سراق يا اخي عطى انا اعطيه 200 ريال. نقاش هذا بين الباب ها؟ اي والله خلهم يا رجال قلت له يردع الباب. وقتها حسيت ان مالي اي قيمه في الاسره الله يحفظها. عرفت كيف؟ والله عادي دقوا على الدفاع المدني. قالت الوالده اتصلوا على الدفاع المدني. والله تصنع وين راح ما اعطوها ما اعطوه 100؟ مشى زعلان. لا والله قال خلوا هو من حقه ولدكم في الحمام وانتم الخسرانين. لكن شاف هو خسراني شيء. حتى الهندي قال شكله فاقع كبدهم وما قدر يتقفل على الباب ومشى. المهم دقوا على الدفاع المدني وقال الدفاع المدني الحين جاي. الدفاع المدني هم يحسبون طفل صغير محبوس ورا الباب شغلين السيفتي في الحاره. يا ولد طبعا امي وقت قبل يجي الدفاع المدني شغلت انوار البيت والمكيف ودخنت البيت ما شاء الله ما شاء الله ترتب عشان الدفاع المدني لما يجي. هي خايفه امي ايش هي خايفه منه؟ خايفه لا يروح الدفاع المدني يقول دخلنا عند وحده بيتها مو بزين. يعني انت اصلا ما احد ما هم اهم شيء كلام الناس اهم شيء الرجال عايش. والله دخل الدفاع المدني ويفتحون الباب هم يحسبون ورا الباب كائن صغير ما يدرون اني انا. هم شافوا راسك ويقول لحق الدفاع المدني لا تخاف يا بابا نفتح الباب. وانا ساقط لانه لو سمع صوتي بيمشي بيروح الدفاع المدني بيروح بيقول كيف رجال. بس اهم شيء ما عندك ملابس بالحمام. لا لابس ايها الشباب لابس اغراضي معي كل شيء جاهز للانطلاق. صدق لك انت متوتر من النقطه هذه من لا لانه انتظر انا اذا ما هو لابس بنوقفه الى هنا. لا لا عامل احتياطاتي لو ماني لابس كان الى يومك الحمام. الموت ان شاء الله دخلونا احد ولا شيء خلوني بس اسلم. يا ولد الدفاع المدني ما تخاف يا بابا احنا نفتح الباب. قلت بس افتح الباب انا اجعفلك. يوم افتح الباب ولا اطلع عليه طالع بيقفل الباب طالع الدفاع المدني قال انت اللي ورا ذا. قل لي من لسانه انا كبرت. قلت انا اللي ورا ذا. جزاه الله خير. قال والله لو ادري ما افتح لك. يقول يمزح معي. قلت الله يبيض وجهكم. والله ما قصروا اقل يمكن من ربع ساعه والله 10 دقائق طالع اللهم حاضرين. لا لا وحتى سهله. قال يا اخي جو اخواني قد فلخ الباب. قال حق الدفاع المدني يا اخي ما يبغى له فعلا سكروب وفتحوه على طول. خصوصيه اصلا سواء مصعد او باب قفل عليه او غرق او اختناق او اي شيء الدفاع المدني ترى والله المفروض اللي يطيح في مواقف محرجه يا اخي لا تتصرف. بعض الحوادث بعض الامور خاصه حوادث السيارات مثل هذا يا اخي اتصل على الواحد اللي له خبره صح. يقول في مثل يقول عطوا خباز خبزه لو كله نص عطى يا اخي خليه يتصرف روح تفلخ الباب وذا. هم والله ما قصروا اخواني حتى كان بس ما خدمتهم الخبره.
موقف الخبر ما خدم. طبعا هذه الاخيره اهم شيء سلامتك يا رجال. الحمد لله اموري طيبه ولا عاد الحمد لله الحمام هذاك ما عاد صدمت طيب ولا توك الحين ها طلعت لا باقي في الحمام اكلمكم عن بعد طال عمرك.